السيدة النائبة والسادة النواب جهة سوس مساء، شركاء ديال السيد رئيس الغرفة المديرية، السيدات والسادة أعضاء المجلس الجهة، السادة والسيدات أعضاء غرفة الصناعة التقليدية بجهة سوس مساء، السيدات والسادة الحاضرات والحاضرين، عمل مثالي واللي كيخلينا أننا مطمئنين على المسار ديال مثل هذه التظاهرات. تنعرفوا بأنه لما قص شريط انطلاقة هذه الدورة الثامنة كانت ورقتان أو ثلاث أوراق التي تمت تلاوتها على مسامعكم، والتي قدمها كل من رئيس الجهة السيد كريم أشنقلي، كذلك رئيس الغرفة الزميل والصديق حق أرخوي، والمدير الجهوي، ونعتبرهم أنهم أوراق ليست فقط من أجل الاستهلاك، ولكن كانت أوراق من أجل أننا نعرف أشنا هو المسار وماذا نريد لهذا القطاع، لأننا كنعرفوا مزيان بأنه الصانعات والصناع التقليديين بجهة سوس مساء كيحطوا واحد الأمل كبير على المسؤولين على مستوى جهة سوس مساء باش يزيدوا بهذا القطاع إلى الأمام، حاطين أمل كبير على أنهم يخفوا عليهم الآلام والأضرار التي لحقت بهذا القطاع جراء كثير من الاضطرابات، إن كانت على مستوى المشاكل المتعلقة بالإكراهات اللي هي كتكون قهرية كالكوفيد 19 واللي ضرب في مقتل مجموعة ديال الصانعات والصناع التقليديين، إضافة إلى التوترات العالمية اللي كيشهدها المنتدى الدولي واللي كيخلي أنه هذا القطاع يتأثر بشكل كبير. وأخيرا للأسف أنه الزلزال الذي ضرب إقليم تالودانت وأقاليم أخرى واللي كان فيها كذلك الصانع والصناع التقليديين من بين الضحايا ومن بين المتضررين، ولذلك كلما كانت فرصة على أننا نلتقي كأسرة منسجمة متلاحمة من أجل النهوض بهذا القطاع كاننا دائما الحس كيف يمكن أن نساعد هؤلاء من نساء ورجال ديال قطاع الصناعة التقليدية باش يزيدوا القدام، باش يمكن لهم أولا يزيدوا من المبيعات ديالهم، باش يمثلوا الجهة ديالهم في المحافل الوطنية والدولية، وكذلك كيف يمكن أن ينافسوا بشكل كبير على المستوى الوطني والدولي، لأننا كنعرفوا الإكراهات اللي اليوم يجب أن نقوم لها بشكل جدي باش نقدروا نتجاوزوا التحديات اللي كيعرفها هذا القطاع. منذ تولينا المسؤولية لامسنا وبجد وبصدق، وخير دليل على ذلك هو الحرقة والطريقة التي تكلم بها السيد نائب الرئيس السي حسن المرزوقي عن القطاع. هذا العمل وأحييه على الطريقة التي يشتغل ونشتغل جميعا بها، وهي الانسجام والهم المشترك هو تنمية الصانعات والصناع التقليديين على المستوى الجهوي. وللأمانة فجهة سوس مساء ومن خلالها أسرة الصناعة التقليدية ربما تلمس بشكل كبير مدى اهتمام الجهة بهذا القطاع. هذا القطاع ليس قطاعا صغيرا على مستوى الجهة، بل هو قطاع مشغل بشكل كبير. لا تخلو أي مدينة وأي جماعة قروية على المستوى الوطني من صانعات وصناع تقليديين. دور الصناعة التقليدية جد كبير. حينما نتحدث عن الصناعة التقليدية ليست الصناعة التقليدية الفنية الإنتاجية كما ترون في المعرض، ولكن هناك صناعة تقليدية خدماتية من خلال
خدمات القرب التي يقدمها مجموعة من الصناع التقليديين على مستوى جميع الجماعات الترابية على المستوى الوطني. بجوانب مدينة أكادير، هذه النسخة التي عرفت مشاركة 100 عارض وعارضة في مختلف الحرف كانت مناسبة وفرصة للتسويق وترويج مختلف المنتجات المعروضة بهذه التظاهرة وتحفيز الزوار على منتجات الصناعة، على اقتناء منتجات الصناعة التقليدية التي تعبر عن أصالة وعراقة الحضارة المغربية وارتباطها الوثيق بالهوية المغربية وترجمتها الرصيد الحضاري والمتأصل لبلادنا. وقد تميز هذا المعرض بتوفر عدد كبير من المشاركين على الشارة الوطنية، الشارة الجهوية، العلامة الجماعية للتصديق والمتمثلة في علامة مضمون للفخار، علامة تزرزيت للصياغة، علامة إيدوكان نودراب للبلغة السوسية، وعلامة البلغة المغربية. كما أن معظم هؤلاء العارضين يساهمون في عملية تكوين التدرج المهني التي تساعد على خلق مناصب الشغل في وجه الشباب والشابات. تشرفت اليوم بحضور يعني الختام ديال لو صالون ديال الصناعة التقليدية رفقة الزملاء ديالي السادة نواب المكتب وكذلك رئيس المصالح بجهة سوس مسا. صراحة دائما كنتبهروا، دائما كنتفاجئوا بالصناع والصانعات التقليديين بجهتنا العزيزة، خصوصا في هذا الظرف اللي كان ليه واحد نوع من التكريم للنساء الصانعات التقليديات ديال الاطلس بجهه سوس. وهنا سوس مسا وكذلك كنستحضروا كذلك هاد المبادره اللي كيقوم بها السيد الرئيس والجهه ككل من اجل يعني الارتقاء بالصناعه التقليديه ديال بلادنا. وهذا الشيء ماشي غريب علينا لان هذه الدوره الثامنه وكانوا قبلها دورات، لولا اللي كانت كورونا وكانوا ظروف ما كناش غنحبسوا، ولكن ولا بد كاين الاستمراريه. الحمد لله نحن مطمئنون على صناعتنا التقليديه وعرفنا انها بين يدي امينه، وكذلك نشجع الصناعه التقليديه النسويه. وخير دليل اليوم راه شفتوا التعاونيه الهواريه الزرابيه اللي فازت باحسن رواق، هذا الشيء كيشجعنا وما يمكن الا نخرطوا دائما في الارتقاء بالصناعه التقليديه داخل الجهه. وشكرا. جينا اليوم في الحفل الختامي صراحه بالمعرض الجهوي للصناعه التقليديه، المعرض اللي في نسخة ديالو الثامنه، صراحه المعرض اللي عرف 6 ايام او 7 ايام من طيله هذا الاسبوع، اللي صراحه منتجات جميله من طبيعه الحال مختلفه من شتى المجالات. مشاركون المملكه المغربيه تقريبا 11 مشارك على صعيد الجيبيه، وكذلك المشاركون ديال الاقاليم 6 كذلك مشاركون بهذا المعرض، يعني 100 عارض اللي مشاركه في هذا المعرض الجهوي للصناعه التقليديه. صراحه المنتوجات مختلفه، كانت كذلك منافسه شريفه ما بين الصناع والصانعات في المنتوجات ديالهم، كان احسن رواق، كان كذلك احسن منتوج، يعني كان حضور ديال السيد رئيس الجهه في الحفل الافتتاحي ورئيس الغرفه والساده والسيدات اعضاء غرفه الصناعه التقليديه والوزاره الوصيه. اليوم احنا اليوم في الحفل الختامي ديال هذا المعرض، نتمنوا ان شاء الله هذا المعرض هذا يكون دائما باذن الله تعالى بجهه سوس مسا في نسخته التاسعه والعاشره في احسن حله. صراحه كل عام كل سنه والمعرض الجهوي يختلف، فمنتوجات جميله للصناع والصانعات. وبهذه المناسبه كنتمنى ان شاء الله التوفيق لجميع الحرفيين والحرفيات اينما حلوا وارتحلوا على صعيد المملكه المغربيه.